خليك وحش مع بهاء الجمل والكابتن سلمان محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين في برنامج خليك وحش. أمس عليكم بالخير أكيد مستمعين الكرام، وأتمنى لكم بداية أسبوع مليئة بالحيوية والنشاط والرياضة والأكل الصحي. لا دحين أنا قولوا فعل، تطبيق عملي، أكل صحي، أموري 100%. بس بصراحة جالس أعاني من الفطور. ليش؟ خياراته قليلة جدا. أنت قلت لي خلاص عيش ما في. طبعا أول شيء مسي عليك بالخير، مسي على مستمعينا، ومسي على مخرجتنا هالة. هلا 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 هلا، هذه النغمة عندك أنا ما أقدر أسويها. خلاص ما تجي معايا. أقول هلا وأقول هلا هلا. خلاص أبشر أول ما ممنوع أصلا تقول هلا هلا. طيب حاضر خلاص. أكيد بداية حلقة، بداية أسبوع مليئة بالحيوية وبالنشاط، وموضوعنا اليوم أساسي ومهم جدا جدا جدا. الموية 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 أنا. الموية يعني لها أهمية جدا كبيرة، برياضة بدون رياضة، بوزن زايد بدون وزن زايد، في حياتنا كلها هي أساس حياتنا هي الموية. في ناس كثير يعني بيقصروا في حقهم في يعني شرب الموية كل يوم بالكمية اللي هم يحتاجوها في يومهم. كيف نقدر نحل موضوع الموية وكيف نرتب احتياجنا من الموية كل يوم؟ طيب أول شيء لازم تعرف أنه الموية فيه عنصر أساسي جدا لكل شيء، من ناحية تمرين، من ناحية حياة، من ناحية طاقة، من ناحية كل شيء. يعني أحيانا تلاقي ناس وجهها شاحب، تلاقي ناس عندها جفاف، تلاقي ناس عندها ما هي قادرة تقوم بالتمارين، ما هي قادرة تقوم بال 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 يعني بال بالأشياء الأساسية في اليوم، وتلاقي إنه السبب قلة الموية. دائما نختلف من ناحية شخص لشخص. يعني دائما أشوف ناس يقولوا أشرب 2 لتر مثلا أو 3 لتر في اليوم، صحيح، ويعمم على الشيء على الناس كلهم، وهذا الشيء غلط فعليا. يعني هذا المتعارف عليه إنه 2 لتر لكل شخص. بالضبط، لكن هذا الشيء غلط لأنه يختلف من شخص لشخص. في ناس الرياضيين غير الناس اللي ما بتعمل رياضة، غير الناس اللي بتتحرك في يومها، غير الناس اللي هي أصلاً ما بتتحرك، يعني ومجهود تحت الشمس غير المجهود اللي في أماكن. بالضبط، إيه؟ في ناس بتحرق مويات، في ناس لا هي جالسة أصلاً مثلاً دوامها مكتبي أو عمل أو عملها يعني مكتبي. فيختلف من شخص لشخص، لكن يعني دائماً الواحد في الموية بالذات كيف يعرف إنه هو مثلاً أنا مكتفي من الموية أو أحتاج موية. الطريقة اللي هي اللي دائما الصحيحة واللي معروفة واللي دائما بيقولوها للناس اللي هو أنتم بكرامة عن طريق لون البول. كل ما كان مايل للشفاف كل ما كان أنت بالسيف سايد، يعني سليمة. أمورك سليمة. لكن أحيانا لما نشوف اللون أصفر أو اللون برتقالي أو هذا، لا أنت عندك نقص في الموية، في مشكلة، حتى يكون في عناصر في الجسم، أشياء يعني يحتاج إنه هو يغسل جسمه أكثر بكمية. بالضبط. أكبر من الموية. بالضبط، وهذا الشيء أنا أتكلم على الناس الطبيعيين، لأنه في بعض الناس بتأخذ أدوية، وبعض الناس تعرف إحنا في الآن بعض الأدوية بعض الفيتامينات بتغير لون البول. صحيح، فهذا لا يختلف. حتى في مشروبات يعني أنت تأخذها في يومك تغير لون. صحيح صحيح، فهذه الطريقة اللي هي الأسلم والصحيحة يعني للشخص الطبيعي. صراحة موضوع بسيط طريق. فعليا يعني يقدر الواحد يبدأ يدقق على نفسه ويبدأ يتابع حالته عن طريق هذه الطريقة. بالضبط. في الطريقة الثانية اللي هي الشعور بالشبع. في ناس الآن كل ما مثلا
حسوا بالجوع بيشربوا موية. وهذا الشيء يعني ما هي دقيقة جدا يعني، لكن في نفس الشيء في نفس الوقت إنه بتأدي الغرض. لكن الطريقة الأولى هي السليمة، لأنه في ناس يعني بتشرب موية على قولتهم عمار على بطال. طيب. لأنه زيادة الموية ترى لها أثر سلبي برضو، ونقصانها لها أثر سلبي. زيادة الموية لها أثر أيوة. سلبي؟ أيوه. إيش من ضمن الآثار السلبية مثلا ممكن الواحد لو شرب موية كمية كبيرة يعني ممكن إيش يصير له؟ شوف دائما الجسم لازم تعطيه احتياجه من الماء بالشيء اللي هو الكافي، الشيء اللي هو محتاجه، لا تزود ولا تنقص. زيادة الماء يعني عندك مثلا وانت بكرامة كل شوية مثلا الحمام، ممكن في 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 شيء من السلبيات انه زيادة الماء في الجسم ممكن بعض الأجسام تخزن المويات. حلو. يعني ما 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 بتروح مثلا يلا على وانت بكرامة على الحمام، لا بتخزن احيانا المويات في الجسم لما تكون زايدة عن طبيعتها. حلو، يعني ما في عنده تفريغ للموية هذه بشكل سليم بالضبط. وبشكل صحي. ما بيبذل طاقة ومجهود مثلا، يفضل التعرق مثلا أو مسامات الجسم ما بتخرج الموية مثلا عن طريق التعرق وأشياء زي كذا. بالضبط. فممكن تكون لها تأثير سلبي بأنه يصير في عنده احتباس للموية داخل جسمه، هذا فعلا مشكلة صحيح. كبيرة. صحيح. فهذه الطريقتين، فإحنا خلينا في الطريقة اللي هي السليمة اللي هي عن طريق لون البول. وطبعا نشوف عادة أنا أشوف ناس كثير يعني ما بتشرب موية، حرفيا ما بتشرب موية في يومها يمكن إلا كاستين ثلاثة. لما تجي تقول له مثلا طب ليش يعني ما تشرب، يقول لك أنا أنسى. هو فعليا شوف لحظة، يعني بتمر علينا أوقات ممكن بنستغل قهوة شاي أشياء زي كذا في يومنا يخلينا فعليا تنسى. شوف أوكي، بس مو درجة أنك تنسى موية. إيه. يعني دائما انا دائما اقول مثلا تعرف الان اللي هي الشكرات او الزمزميه او هذا اللي هي بتجي لتر او نص لتر او هذا، هذه دائما خليها مرافقه لك، هذه دائما خليها مرافقه لك. ترى نقصان المويه في الجسم بيسبب جفاف بشكل غير طبيعي. يعني اليوم وانا جاي شفت صوره ممكن منتشره هي في السوشيال ميديا، انه حاطين صوره وجه انسان نصه مملوء بالموية ونصه بدون موية. فالنص اللي بدون موية فيه تجاعيد وفيه نشفان وفيه جفاف، والنص اللي هو المرتوي بالموية لا، واضح انه ناضر وحيوية. فهذه هو هذه من افضل الاسباب اللي الواحد يشرب موية زيادة، تحافظ على الجلد، على البشرة، على صحتك في الحياة اليومية. جميل جدا. طيب الناس الرياضيين دحين الشخص الطبيعي العادي يحتاج أكيد أنه هو يركز على الموية عشان حيويته وصحته ونضارة وجهه بالضبط. والأشياء هذه. الرياضي بيحتاج كمية أكبر طبعا. هو فعليا يعني أنت مجرد أنك بدلت مجهود لوحدك هتروح تدور على الموية. صحيح. لا والله شوف ترى حرفيا في ناس أنا أشوفهم في النادي برضو يبذل مجهود وهذا، بس لا ما يشرب موية. مشكلة هذه. وتلاقيه مثلا بياخذ مكملات غذائية، وتلاقيه مثلا بياخذ مثلا بروتين عالي مثلا انه من اكله يعني غير المكمل وغير، فهذه لازم تكون عندك فيه كميات مويه بتشربها. هذا عنده الضرر حيكون اكبر لو استمر على هذه الحاله. بالضبط. لا بالذات على الكلى، الكلى عندك لازم يعني لازم تشرب المويه عشان عندك الكلى لا تسبب لك رواسب، لا تسبب لك. عندنا البروتين ترى سواء مكملات او هذا اذا كان نسبها عاليه في الجسم بتسبب رواسب، فالكلى لازم تشرب لها مويه بشكل كافي عشان يعني يكون تنظيمها سليم. يعني جميل. هل بتساعد الأشخاص في نزول الوزن؟ لأنه في بعض الأشخاص يقول لك الديتوكس مثلا هو معتمد على الموية. yes. صحيح بيضيفوا معاه شوية مثلا ليمون، نعناع، أشياء زي هذه اللي هي تنظف الجسم. هل بيساعد في فقدان وزن؟ لا، الموية كعنصر لوحده ما بيساعد. قلت لك ممكن يعني احنا قلنا قبل كده الأنظمة اللي هي الديتوكس والكيت والأشياء هذه ممكن تساعد على فقدان وزن، لكن لما ترجع للأكل الطبيعي وهذا يرجع وزنك، لأنه هذا بيكون نظام تجويعي. يعني هي عامل مساعد. إذا الديتوكس مثلا إذا كان نظامك الغذائي عادي وطبيعي وما أنت مثلا مقرر أنك أنت تستخدم الديتوكس بس لأنك تنزل فيه أو تحرم نفسك من أشياء ثانية بس بتستخدمه في يومك. بالضبط. بس أنا أشوف كنظام الديتوكس يعني
أنا ما أعرفه حرفيا لأنه قلت لك أنا دائما مع نظام الماكروز، فالديتوكس والكيت والأشياء هذه أنا ما أبحر فيها، لأنه لما أنت كنظام تفقد عناصر رئيسية للجسم أنا صراحة مو تتخوف معها. تتخوف مثلا من ردات فعل الجسم بالضبط مستقبلة. لا حتلاقي أنه أصلا نزول سريع، حتلاقي نزول سريع لكن يعني بسلبيات. صحيح. فهمت علي؟ فلا خليك أنت في نظام أكلك الصحي الطبيعي واشرب موية بكميات كافية، هذا أفضل شيء يعني. أكيد مكملين معكم مستمعينا في خليك وحش، وخليكم معنا على السمع ونرجع نكمل معكم بعد الفاصل. ورجعنا ومكملين معاكم في خليك وحش. لو بتبحث عن مركز علاج طبيعي عنده نخبة من أخصائي العلاج الطبيعي المدربين والمؤهلين ذو خبرات عالية من دولة التشيك وسلوفاكيا، تخصصهم علاج أمراض العظام والمفاصل والغضروف، الجهاز العصبي والحبل الشوكي، و تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من فوق 13 سنة وإصابات ما بعد الحوادث. كل هذه التخصصات موجودة في مركز واحد في مدينة جدة. الأهم من بين كل المراكز مركز براها للعلاج الطبيعي، متواجد في شارع أمير سلطان خلف سلطان مول. عندهم هاتف موحد 920-4272 أو ممكن تزوروهم على موقعهم الإلكتروني www.braha.sa.com. عطشتنا في موضوع المويه كابتن سلمان فعليا، طلعنا الفاصل كلنا دوّر، بس انا انت وهالة وضيفنا الكريم كلنا ندور مويه شايف، عشان جبنا سيره المويه فعليا دائما. ايوه حلو التذكير في هذا النقطه. يس. فعليا يذكر العقل الباطن انه فعليا خلينا انا محتاج مويه، لا خلينا اشرب مويه حتى لو ما محتاج مويه. ما شاء الله يعني الحمد لله اليوم تمريني كان من الصباح ويمكن شارب لتر ونص الى الان تمام، بس فعليا اول ما تذكر المويه تحس انه فعلا تبغى مويه. صحيح انا احتاج مويه، عشان كذا دائما اللي قلت لك عليه انه دائما تحط الشيكر جنبك او الزبزميه، لانه كل ما تشوفها لا انا ابغى اشرب مويه، لكن لما مثلا ما عندك مثلا قاروره مويه جنبك او اي شيء. شوف طيب المويه متوفره في كل مكان، في كل مكان. ولا والله احيانا اشوف اكون في السياره حرفيا اكون عطشان بس ما الاقي اي قاروره مويه، لازم اوقف. ايوه براده اي شيء يا عمي، براده كانت ايام زمان، الحين البرادات والله لسه ما زال في الحواري بس ما زال. ايوه خش اي حاره تحصل البراده. نرحب اكيد في ضيفنا تركي ال تركي. مسي عليك بالخير يا تركي ونورتنا في برنامج خليك وحش. حبيبي الله يسعدك وتشرف بالاستضافة الحلوة هذه. طبعا إن شاء الله نكون خفيفين لذيذين ظريفين معك. وما شاء الله تبارك الله تركي باين من الأوزان الثقيلة. بالضبط. طيب من صغرك تحت الهواء تكلمنا أنه أنت وأنت من صغرك يعني كنت من يعني عندك زيادة وزن من صغرك وكلبوز حق العيلة وأكل وفلة ويعني نبغى أشوف دائما يقول لك الأوزانهم زايدة روحهم حلوة وكذا وضحك روحهم حلوة لا وأصواتهم حلوة كمان بالذات أيوه في الأغاني كذا أصواتهم تركي المشكلة للأسف إنه الصوت مو حلو بس الروح الحلوه الروح الحلوه موجوده يلا ما معليش واحده تغطي عن واحده يلا حكيني يا تركي ايش قصه بزياده الوزن معاك من صغرك؟ هي القصه تبدا يعني هي ما هي وراثه، اعتبر انا الوحيد. انت الوحيد؟ انا الوحيد. حلو الدم الخفيف هنا موجود ما دام انت الوحيد. فالوالده من يعطيها الصحه والعافيه طبعا وجه لها تحيه، من الأشخاص اللي طبخهم حلو ما شاء الله، فأنا ولدها الوحيد
يا انت الولد الوحيد. انا الولد الوحيد عشان كذا خلاص. طبعا خلاص والله ما احرمك من هذه خد، والله ما احرمك من هذه خد. ما انت غير والله صغير. فكنت دائما يعني اكثر وقت انا صيف بين المدرسه والبيت، فاكثر وقت لما اكون في البيت فاتعلم ايش هي قاعده تسوي. فحبه صرت احب شيء اسمه طبخ حلو، واحب اتعلم، احب اسوي شيء جديد جميل. فهذه كانت بدايه المشكله حلو. انك انت لما تسوي شيء تستطعم فيه حب تسوي شيء احسن منه تفنن. لا لا تعرف الطريق بالضبط. على الاقل احنا حتى لو ما جيت جاهز اسوي انا بنفسي. يعني احنا على الاقل نستنى الاكل يجينا، يعني اذا ما في اكل هستنى اشوف لي مطعم ولا اشوف لي شيء عشان ولا احد يحن علي يطبخ لي. انا فعليا ما اعرف على طول هذا توجه المطبخ. فتركي انت موضوعك، انت خلاص عرفت الخطه. ايوه خلاص، فعارف انا ايش 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 اسوي، اذا كنت نفسي في شيء اتعلم الين ما اسوي. فهذه كانت بدايه المشكله. حلو، ايش احسن اكله تعرف تسويها؟ ايش يعني حكيني ايش الاكله الحين يقول لك اكلتك تبغى حلويات يعني اكلتك المفضله اللي فعلا كاكله دسمه يوم ما تحس انه فعليا اليوم ابغى كافئ نفسي ابى اروح اسوي الاكل. ممكن مندي. مندي ميه. يا سلام عليك والله. ترى حيطلع الحين ايه حيطلع من الحلقه. يلا شوف قبل شويه يقول لك انا في النادي ساعه ونص كارديو. اسمع حساعده في النادي، والله لساعده في النادي، بس ايش يساعدني في موضوع الاكل يعني كمان. لا ما ما عليك هظبطك. الله عليك يا تركي. حلو تمام. هنا تعلمت انت وصفات وطبخات ونفسك حلو اكيد صاير في الاكل بما بالضبط. انك انت بتمارس الشيء ده لنفسك. صح بالضبط. يعني انا ممكن يعني حتى في ايام الدراسه يعني ممكن انا كنت اسوي اكل بشيله معايا. توفير شايف. غير ما كان يكسب المقاصف. ما كان عندي صديق زي زمان. خذ سندوتش جبنه وسندوتش بيض وتوكل على الله. ما كان عندي صديق زيه. مو موضوع توفير، موضوع استلذ في الاكل اللي انت بتاكله. صحيح. ما تاكل اي حاجه. يا سلام عليك. فالزياده دي انقلبت ضدي. حلو. مع الأيام أشوف كل ما الوزن يزيد وأنا أقول إن شاء الله قدام راح أسوي رجيم. وطبعا ما كنت بتتحرك إلا إذا بتروح تطبخ. ما في حركة يعني. ما كان في لعب كورة أصدقاء أصحاب شلة. في عندي أصحاب زي بس إنه كورة ومجال رياضة. ما يشجعوك على الرياضة، يشجعوك مثلا على تمشية جلسة في قهوة في حلا مطعم جديد. هو على الأكل أكثر شيء يشجعه. بس كانوا يقولوا لك تعال، يعني أنا عندي واحد من عيال أختي ما شاء الله وزنه زايد، فهذا يطلبوه الطلب عشان يجي يطبخ لهم أصحابه حرفية. تعال يا عمر تعال عشان تطبخ لنا، ما يستردوا إلا إذا هو طبخ لهم. أيوة والله النفس الحلو في الأكل صراحة نعمة. طيب خرجاتك كانت برضو متعلقة في الأكل. لا لازم خرجاتك، يعني أنت بتكون خرجاتك كوكين يعني لازم تكافي يعني نفسك نهاية لازم تروح. مين تكافي نفسك طول الأسبوع؟ لا هذا شيء بسيط، أنت لازم مقدمات. أيوة. لازم خلاص شيء مستاهل حق الويكند. حلو ممتاز. يعني ما شاء الله ما في مطعم هنا اللي مجربينه. أكيد حلو جميل. طيب وصلت لمرحلة تخرجت من الثانوية. أيوة تمام. وكنت يعني أول ما تخرجت كنت أشتغل، ف نفس الوقت ما كنت مهتم انه ما دام اني بلاقي لبس. ما كان همي يعني للامانه وقتها. حلو. فمع الوقت مع الايام وما اشوف وزني يزيد، وانا من الاشخاص اللي اقول بعدين الامور ان شاء الله تتحسن. لا خلاص لا، انه فعليا لما يكون خلاص اكتسبت الوزن بعدين اسهل بصراحه. طبعا ما هو هذا التسويف، يعني حسوي بس بعدين كم لي انا اقول لك هرجع. أيوة فعليا الله. لما خلاص تكتسب الوزن فعليا صعبه ترى. القرار يحتاج له عزيمه قويه. صحيح جميل. كمل تركي كمل. فاقول بعدين الين ما وصل وزني 150 150 كيلو. 150 حلو. هنا قلت خليني اسوي رجيم. بدأنا في الرجيم كأول نقطة. بس كشخص يعني ماله خبرة وفي نفس الوقت يطبخ، فهذا شيء صعب. يعني أنت لما تبى توصل لشيء أو تبى تسوي شيء وما لك خبرة تقول خلاص بعدين أنا أسأل
أو بعدين أنا أكمل في الموضوع اللي أنا أبغى أبدأ فيه. مرة في الأسبوع تلاقيك سويت لك وجبة حنيت على نفسك فيها بس عشان الوزن، وباقي الأسبوع كله مما لذ وطعم. قصدك مرة في الشهر. كريم معاه، كريم مرة معاه. صدمتني والله تركي. هنطلع فاصل أكيد ومكملين مع تركي آل تركي وقصة خسارة وزن واكتساب وزن ونفس حلو في الطبخ. موضوعنا شيق اليوم، خليكم معنا على السمع. فاصل ونرجع نكمل في خليك وحش. ورجعنا ومكملين معاكم في خليك وحش. وجود تركي اليوم فتنة بيني وبين سلمان بصراحة. موضوع الأكل يعني كده تتفقوا من وراي مندي ها، ولازم أكافئ نفسي والله لي 8 أيام. ترى حقول المدرب حقه وصلت عيش ما أكلت. ترى حقول المدرب حقه ما عندك وجبة والله مدام بتوصل للمدرب وأنا أعتذر عن الوجبة. يعني كيف أخبط عليك أنا؟ وجبة مفتوحة ما يعطيك؟ في بس في الوقت الحالي يعني بعد فترة يعني مو أكثرهم. أستنى ما عندي مشكلة. حارمه من كنافة دايت أنت تبغى تأكله مندي؟ أنت كمان أنت شبكمك ولا تسأل مندي أرحم ما كنافة دايت أحدى بس. لا 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 معلش، كنافة دايت يعني كنافة دايت، وهم لما يقولوا كنافة دايت أو بسبوسة دايت وتأخذ الصحن كله يعني ملعقتين ثلاثة بس. أنا عارفك أنت تفرمه كله ما شاء الله. نرجع أكيد نكمل مع تركي. ووصلنا لمرحلة 150 كيلو بالضبط، وهنا كان في لك وقفة في أنك أنت حاولت أنك أنت تبدأ بالدايت. طبعا الوقفة كانت شهر، يعني مرة في الشهر. مرة في الشهر. ما زبطت. ليه ما زبطت؟ لأنه أكثر يعني أصحابي بخرج معهم كلين. هم طيب. الأصحاب فعلا. في نفس الوقت أنا بشجعهم، يعني كل واحد فينا بيرسل أي مطعم جديد بنتفق عليه، يعني ممكن الجمعة نروح المطعم الفلاني، السبت المطعم، الخميس مطعم. عندكم جروب؟ ايوه في الواتساب في... ضيف بهاء معاكم. انا اعرف. لا لا ما ابغى مطاعم والله بصراحة. يدلوك ترى والله مليت مطاعم والله فعليا مليت. لا مطاعم شعبية سيبك من المطاعم الشعبية. ما خليت مطعم والله. ثق يا سلمان، يعني لا يغرك انه ما في كرش والجسم تحسن ورجعت الميموري حق العضلات رجع يعني انا عارف. عجبتني ما في كرش انت بتشفط. بحاول يعني بحاول. اوكي طيب فما كان ينفع انك انت تمشي على برنامج دايت لما هو في مغريات من اصحابك ومن شلتك في دائما انه في مطاعم جديده ومغريات جديده. طبعا فزي ما قلت لك ما دام ما في الخبره الكافيه في المجال هذا ما راح تبدا الا تلاقي شخص له خبره. صحيح. عشان تقدر تبدا بدايه صحيحه في الرجيم وبدايه صحيحه وتعرف انك تخسر وزن وما تخسر العضل في نفس الوقت لانه هذا حيتعبك. صحيح. فقلت ما دام انه ما في اي احد خلينا اكمل على الاكل. حلو. طيب ومع الايام كل ما انا قاعد يزيد وزني، وانا من الناس اللي قاعد اقول حتى لو زاد بعدين اسوي تكميم. خلاص من الناس خلاص في اكثر الناس خلاص حط باله انه اتخن واكل كل اللي ابغاه بس بعدين حسوي تكميم. حلو. وهذا الشيء اللي خلاص هو كان باقي خطوة واحدة وأنا كنت حسوي تكميم إلين ما وصلت. طبعا هذا يعني هذا الراحة خلتك توصل لوزن بالضبط 210. إنه أكل كل شيء وبعدين خلاص أسوي تكميم. 210 هاي تركي انت جدا. ولا تنبيه جاك ولا أي شيء؟ الحمد لله ولا أي شيء، رغم إنه في كثير الناس مستغربة. عقله كان في غيبوبة. جسمه فين كان؟ برضه في نفس العظام. إيش قالت؟ بتدعي عليه المفاصل إيش تقول له؟ تستجير. يعني ورغم إنه عايش حياتي وزي أي أحد. أيوة طيب يعاني ثياب. خلاص ثياب لا كان جنزات لازم كمان. لازم جنزات. ايوه 210 فين تفصيل. لا يوقف خلاص تدور على حل تطلع لازم حل. لازم شيء ما تفقد الوجبه الرهيبه اللي انت اكيد حاططها. لازم من يوم ما تصحى لين تنام وانت يعني ما تخلي شيء في خاطرك.
متصالح مع الذات. يا عيني عليك الله يترك. طيب فوصلت لمرحلة خلاص انه قلت انه وزني 210 شيء مرة ما يتوصف. قلت خلاص خليني انه بسوي تكميم. خلاص اخذت القرار حق انه خلاص اخذت القرار. بس قبل ما انت ما تسوي اي شيء لازم تشوف تسأل. ما كان في ردة فعل من اهلك من والدتك بزيادة وزنك؟ الا والله ما لازم، لانه الام دائما تخاف على ولدها، تكون حريصة على ولدها، فدائما تحاول تحذره وتنبهه. الا كانت والله يعني بس خلاص هي اعطتك الدفتر. بس هي مشكلتها اعطتك الدفتر. قدك انت فيها. هي اعطته الدفتر، هذه المشكلة. دفتر الوصفات كلها حفظه تركي. يعني حتى لو هي بطلت تطبخ هو حيكون بالواجب. طيب فقلت خلاص انه انا وصلت مرحلة يعني صعبة، حتى لما تنزل اي مكان نظرة الناس ترى حتكون مرة مختلفة، وهذا الشيء يأثر فيك معنويا، يعني خليك انطوائي ما تخرج من البيت لأن نظرة الناس حتكون مرة مختلفة. قلت خلاص ان شاء الله بروح اسوي تكميم وكل شيء. وصلت لاخر مرحلة انه خلاص ما باقي شيء الا اني اوقع كل شيء واطول. رجعت كده فكرت انه انا لو سويت اكثر الناس مفهوم للتكميم انك اذا سويت تكميم جسمك طول حيكون حلو. لا هذا غلط. اكثر الناس يمكن 90% طول يفكر انك اذا انت سويت تكميم جسمك طول حينحف، يعني حيصير حلو حتشتري اي شيء. هذا مفهوم مره غلط. السحري فكره. ايوه هذا مفهوم مره غلط. لو انا حسبت اني بسوي تكميم لها امور سلبيه كثيره. صحيح. بس بعد ما درست كويس انك انت درست الموضوع وشفت اعراضه وعرفت النتائج حقته وعرفت انت بالضبط. ما بعد التكميم ايش المشوار اللي مكتوب عليك انك انت راح تمشي فيه بسبب خطوه يعني ممكن استعجلت وسويتها. انا اللي خلاني اتردد في التكميم كثير انه الاكل حيكون مره قليل مره قليل. لما تبي تدخل نادي انت وتبي ترفع الاكل القليل هذا ما حيساعدك، لان انت عندك وجبات تقسمها، ولكن القليل هذا ما حيساعدك في شيء. يعني فانت لما حين سويت تكميم جسمك ترهل، طيب وتبي تدخل نادي عشان ترفع عضل وتساعد اللي انت فيه، فكان مره صعب. يعني هذا اثر فيه كمان اكثر. كويس انك تحب الاكل. لا شوف لا يعني في اشخاص يعني يكتسب وزن بس من الأكل السريع، من اللي يسموه الجنكي فود، الأكل أكل الشارع. فما تفرق معاه بصراحة، قلل أكل، خفف أكل، ما يعني ما يكون همه. هنا تركي لا فعليا، لأنه فعلا يحب الأكل، ففعلا فكر في الكمية. هو فكر في الكمية والحمد لله الحمد لله انه فكر في الكميه. هو فكر في الكميه بس جابها كده تعرف من طريق من ورا كده انه ما ينفع. لا شوف هو للامانه حتى كلامه صحيح انه يعني كميه الاكل ترى تفرق في شيلك للاوزان، تفرق باكتسابك للعضل، تبغى طاقه جسمك يبغى طاقه بالضبط. فانت لما تكون متكمم ما حتاكل الكميه الكافيه، غير انه عندك شهور من بعد التكميم استفراغات، غير تقلبات في البطن، غير أول فترة بس ما ينفع تأكل أي مأكولات من الأشياء اللي انت صحيح أثارها السلبية أكثر من الإيجابية. بالضبط. فقلت خليني أبدأ رجيم وأوقف موضوع التكميم ده مدام شفت أنه في أكثر من سلبية. عامل أنه ما يخليني أسوي العملية. قلت خليني أبدأ رجيم. فأنا من الأشخاص يعجبني إنه أدور على الشيء، ما يعني لو أنت تقعد مكانك ما حتساعد نفسك. صحيح. بالضبط. فعندي صاحبي هو كان في النادي وكان وزنه كمان عالي، بس عالي أصحابك كلهم صحيح إيش وضع أوزانهم؟ لا واحد أو اثنين يعني واحد أو اثنين أيوة، والباقي أوزانهم كويسة حلوين. فاستشرته قلت إنه بسوي رجيم، إيش أسوي، إيش أعمل، بما انه انت يعني كان وزنك 120 يعني نزلت 78 انا اكيد لك خلفيه أكيد اكثر مني. صحيح. لو ينزل 5 كيلو اذا عنده خبره بما انه نزل. بالضبط. فقال لي سوي 1 2 3 وامشي اشتري. اول شيء قال لي اشتري الميزان اللي هو حق الجرامات حق الاكل، عشان انت لو وزنت من عندك ما حتوزنها بالكميه اللي الميزانيه تختلف طبعا. بكمية الحاجة اللي في الجسم ميزان البطن.
أكيد مكملين معاكم مستمعينا، وراح نعرف أكيد مشوار تركي في بدايته في مشوار الأكل الصحي والتمرين بعد الفاصل في برنامج خليك وحش. ورجعنا لكم ومكملين معاكم في خليك وحش. مركز علاج طبيعي عنده نخبة من أخصائي العلاج الطبيعي المدربين والمؤهلين، عندهم خبرات عالية من دولة التشيك وسلوفاكيا، تخصصهم علاج أمراض العظام والمفاصل والغضروف، الجهاز العصبي والحبل الشوكي، وتأهيل ذو الاحتياجات الخاصة من فوق 13 سنة، وتأهيل إصابات ما بعد الحوادث. مركز براها للعلاج الطبيعي في مدينة جدة في شارع الأمير سلطان خلف سلطان مول. تقدر تتواصل معهم تستفسر منهم عن أي شيء حابب تستفسره على رقمهم الموحد 9-2-4-2-7-2، أو ممكن تزورهم على موقعهم الإلكتروني www.braha.sa.com. أكيد نرجع نكمل مع تركي، ووصلنا لمرحلة القرار خلاص، وفعلا الاستشارة من شخص مجرب، شخص عنده نتائج، حقق نتائج بالنسبة لتركي، فكان هو الخيار الأسلم له بأنه هو يستشير هذا الشخص ويسأله كيف ممكن أبدأ هذا المشوار. كمل لي يا تركي. طبعا بالضبط. فبعد ما استشرته وقال لي سوي كذا وكذا وكذا، وأهم شيء الميزان. أهم شيء الميزان. حلو. قلت خلاص كويس، وبدأت حبة حبة. صح، هو في البداية كان صعب، شيء مرة صعب لما أنت متعود على أكل وتيجي تسوي أكل دايت وكمية قليلة. هي المشكلة غير في الكمية كمان. أنا مشكلة مو في الكمية، في الطعم أكثر. حلو. الكمية يعني في الأول والأخير أنت راح تتعود عليها، بس الطعم إذا أنت على يعني الطعم نفسه يوميا، أنت حتمسك دايت ما حتمسك يوم ولا يومين ولا شهر، ده خلاص حتمسك دايت على طول. خلاص. إلا حيكون في وجبات بعد يعني ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. الله الله كريم. سوي دعاء سوي دعاء. فقل لي مدام خلاص انت بديت في الرجيم، ايش رايك تشترك معي في النادي؟ قال له خلاص ما هي مشكله. واشتركت معه في النادي، فقعدت ممكن معه شهر او شهرين. خلال الشهر والشهرين ذا نزل ممكن وزني قولوا يمكن 20 كيلو. ما شاء الله تبارك الله. لأنه خلاص أنا داخل خلاص بدأت بقوة. في الدايت الصح. أيوه. وبدأت في الرياضة اللي هي هتساعدك في إنها هي تكمل مشوار الدايت. بس هي كانت مشكلتي يعني زي ما قلت لك، أنا مالي خلفية، فخوي هذا ما كان يجي بشكل يومي. حلو. فا يعني أنا مالي خلفية، فكنت بعض الأحيان ما أعرف إيش أسوي، فاضطريت إني أمشي كارديو. حلو. وضبط أكلي. حلو. فمشيت على هذا الحال إلين شهر كمان، فنزل وزني أكثر. طيب ممكن صار 180. ممتاز. حلو. يعني نازل 30 كيلو خلال ثلاثة شهور. ما شاء الله. حلو. لأنه ماشي صح، فأي شخص بيمشي صح راح يلاقي نتائج تسره. جميل. فخلال الفترة دي خويي ساب النادي وسافر. خلاص ضبط أموره هذا. وصل للهدف حقه. كمل لوحدك. أنا خلاص وصلت للشيء اللي أنا أبغاه. السلام عليكم. لأنه هو سافر فأنا صرت مشكلة. حلو. لأنه هو اللي كان يعني بيشجعني أو كان بيساعدني. يعني حتى بعض الأحيان لما أطلع مع العيال فيكلمني يقول انتبه تخبص انتبه ما أدري، فصرت أضطر إني أشيل وجبات أنا معايا. حلو ممتاز. فلما نسافر فحسيت كده في لخبطة، لأنه هو كان الشخص اللي قاعد يوجهني. جميل. حسيت بلخبطة. ففي نفس النادي اللي أنا فيه قابلت رايد. كابتن رايد؟ اي كابتن رايد. والله اسمعك تقول رايد. والله شكلك حتسوي تمرين معدة اليوم. هو دائما يعذب، دائما يعذب. أشوفهم في النادي يا أخي، هو وصهيب ويعقوب وحسن كلهم ما شاء الله يعذبهم. كابتن رايد باسودان
ما شاء الله يعني ما شاء الله ما أدي الواجب معه الله عليه يعني فعلا نوجه له تحية على المجهود اللي بيبذله فعلا في تغيير حياة أشخاص للأفضل. كمل لي. فمن وقتها كنت قاعد ألعب كاردي فجاء الكابتن رايد قال لي شايفك أنا هنا لي لك فترة كيف أكلك إيش تمشي وقلت له أنا أمشي كذا وأسوي كذا قال لي خلاص 14 يوم أنا بعطيك شيء جدول تمشي عليه 14 يوم وبعدين تقول لي إيش رأيك. من بعدها لين دحين إحنا كملنا 7 شهور ما شاء الله تبارك يعني الله. نزلت معاه يمكن 56 كيلو ما شاء الله تبارك الله غير 30 كيلو غير 30 كيلو. كم وصل وزنك إلى الآن؟ مع يعني حتى اليوم لحد اليوم مع كمية العضل وهذا 123 ما شاء الله توتال الكامل توتال الكامل 123 ممتاز ما شاء الله تبارك الله فعليا أكثر من 80 كيلو يعني ما شاء الله تبارك الله جسمك متماسك يعني ما شاء الله يعني خلاص يعني بدأت تحس يعني أنا حاسك رياضي حابب الرياضة وما أنت حابب الأكل صحيح بس أنه عامل مساعد هو ضروري جدا عشان تحقق هدفك وتبدأ تمشي مع خويك اللي سابك في البداية قبل 7 شهور هذاك ذهب أنا معه إيه تقول له خلاص دحين أنا أشيك لك على أكلك. إيش الهدف وإيش الرقم اللي حاب توصل له تركي؟ الهدف إنه أنا حط بيني وبين نفسي لين السنة الجاية ربك أحيانا بإذن الله يعني حكون مشارك في أي بطولة بطولة كمال أجسام أيوة مدام أنا في السنة دي حققت شيء أنا ما توقعت أني أحققه فإن شاء الله السنة الجاية حيكون في اختلاف مرة كبير وفي بطولات ترى بيعملوها في النادي يعني بطولات تشجيعية بالذات للناس اللي هي أيا يكن بس يس. الهدف بطولة طبعا مو بس ويقدر خسارة ويقدر وزن. أكيد ويقدر. أي أحد يقدر فعليا ويقدر يعني إذا حط شيء في راسه ومشي صح يقدر حاطط في راسك بطولة لوزن معين؟ للأمانة في الوقت الحالي لا إلين ما أضبط أكثر ممكن وقتي الله يوفقك يا تركي اللهم آمين يا رب وسعيدين فعلا بإنجازك الله يسعدك وفخورين فيك حبيبي الله يسعدك وأستنى المندي بعد البطولة بعد البطولة يعني تبغى تقول لي إنك حتستنى المندي سنة يا أخي ليش لا؟ لا تقنعني انت قبل شويه كنت الا اذا الكابتن رائد سمح له سمح له طبعا هنا لا هنا لا تنساني اذا لا كده كده ما تكلم انت ما تكلم تركي كلم رائد على طول لا ما ابغى اثر على المدرب عشان خاطر وجبه اصلا حيقول لك خرب لعيبتي دائما يقول لي كده هو للامانه يعني الفضل الاول والاخير بعد الله يعني معرفتي بمدرب رائد وصديقك يعني كان بداية المشوار أيوة يعني بس هذاك حطه على الطريق وتوه حلو ممتاز بس أهم شيء بداية كانت صحيح. مع شخص فعليا وإنه يراقبك في خرجتك ترى هذا الأهم بالضبط يعني مو بس إنه حطك في النادي وعلمك التمارين وسحب عليك لا هو بيتابع معاك بيقول لك انتبه تخبص في خروجك لأنه حيأثر تأثير سلبي وتأثير كبير على الإنجاز اللي أنت جت أيوة بالضبط بس يعني لو وقتها يعني ما قابلت مدرب رايد أنا ممكن سحبت مع خويك سحبت وما سويت أي شيء يعني وقتها خويك هو السبب في أنك أنت قابلت رايد أيوة. تمام ورايد كمل معاك المشوار نوجه له أجمل تحية أكيد. الله يعطيه ألف عافية على المجهودات اللي بيسويها وضروري يكون لنا اللقاء مع رائد بما ان ما شاء الله في انجازات كبيره ايوه بس هو دحين ترى انا اقول لك ليش يعذبهم عشان هو ما شاء الله بيحضر بطوله ف ما عنده مسك لا حد يجي يكلمه يجي يقولوا له وجبه ما وجبه التمرين هذا لا انتوا تاكلوا وجبه وانا لا ايوه كلمة أخيرة تركي توجهها للمستمعين للأشخاص اللي حابين يخسر وزن أو عنده تخبط في النظام الغذائي بما أنك يعني عانيت شوية في الأكل أول شيء حاب أن أوصل لهم أنه مهما يكون موضوع التكميم هذا خليه لا تخلي الحل الأساسي أو أنه يكون اللي في طريقك أنه خلاص موضوع الأكل هو في البداية صعب بس إذا أنت سألت ما هو شيء غلط أنك أنت تسأل
لو تسأل وتدخل نادي وتمشي وهذا كل شيء راح تتعود عليه تلقائيا وراح تضبط أمورك إن شاء الله. الله يوفقك يا رب. آمين يا رب. كابتن سلمان أول شيء صراحة أنا حييه، ترى يعني أنا من أول أشوف في النادي بس ما أعرف أنه وصل للوزن هذا اللي هو 210، فهو فاجأني أنه 210 ما شاء الله. ووزنه ما شاء الله الحين حوالي 120، فإنجاز جدا كبير. وهذا الشيء اللي دائما إحنا بنوصله أنه أنت تقدر توصل للي أنت تبغاه بدون عمليات، بدون تكميم، بدون مشاكل أنت في غنى عنها أصلا. يعني حط إصرار في بالك وحط تحدي بينك وبين نفسك، ما حد حيوقفك دائما. ترى على فكرة ما عندنا تحديات. شوف لك تحدي يا صاحبي يلي بتسمعنا فعليا، ترى ما عندك تحدي في حياتك، اخترع لك تحدي، شوف لك تحدي، حط هدف، فعليا متعة، وراح تشكرني على هذا الكلام. شكرا لمخرجتنا هالة. هلا هلا هلا، يعطيك ألف عافية. استمتعنا جدا في حلقتنا اليوم. شكرا لتركي، وإن شاء الله دائما نفضل متابعين معاك إلين ما تحقق إنجازك إن شاء الله. وتكون موجود على نفس الكرسي وتتكلم عن إنجازاتك وبطولاتك. شرفتنا في خليك وحش. مستمعينا الكرام، كنت أنا معكم بهاء الجمل في خليك وحش. نلقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء في نفس الموعد. دمتم بخير، في أمان الله.